مولد مبارك، كل عام وأنتم بألف خير. بزي ورنو تعلق نبي الله عز وجل لملاو ألم إذنت أدرغو إلى كاتشو نبي يتولدبت بزي ورنو عندهم بتمساساي هنيتا بزي ور أنه تعلق نبي عليه الصلاة والسلام يدين الإسلام من تلقو لسول جوش لما الدارس بميا درقو تنكسكاسي بدر رسباتشو اتلايا يوچ جروش مكرا انجلتوش سكايوش بزيا مكنيات يتولدو بتن يميودواتن هاقراتشو المكان لك أود مدينة يتسددتن بزي هور نو سلازي هور بإسلامنا تاريك تعلق ورنو بس ساچو مولد بزو رحمتو تشين بزو بركتو تشين عقيني تنال بس ساچو كمكة ود مدينة بمسدد مدرمو اندزيو يسلمنا دعوة يسلمنا تلقو اندسفافا مكنيات هون والمالتنو سلازين دمناوكو الله سبحانه وتعالى لنيا لسو لجوش باتك علي بزون سأقاوشن بزون يعموشن الله ستونا بالنزر الزراتشو زرزران قوتران يمان شرساتشو بزون سأقاوش الله ستونا كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الله يسطاچون صقا بتقطرو بتزرزرو فصمو اتشرسواچو من الله سبحانه وتعالى بنيا لا يراسو بسونتاچن لا يالو النعمة بنزرزرو يمان چرسونا يمان ناوقاچو بزو نعماوچ አሉ يعني الله عين ستونال من سمعبت جورو ستونال من كمسبت ملاس من ناقربت عندبت من هيدبت قر من شبتبت من داسسبت إجا الله ستونال النزيس أقاوش قر بنيالا يسلالو اندس أقام قطراتشو كما يقال لا تعرف النعمة إلا بزوالها عند نعمة عند أقاس أقامهم يميتاوك ومتشنو يا نعمة كنيالا يسيو القرنو يا أينن صقا يميوك ومانو ما يتساناتشو سووشناتشو يا جورون صقا يميوك ومانو مسمات يتساناتشو سووشناتشو يا أقر النعمة يميوك ومانو أقراتشون أدقادر صوباتشو بقراتشو مهير سايتشنو كارتو يتنفاقكو يميهدو النزا يوكوتان جن النزي نعمة وش بنيا لا يسلال لكم بفصو من يانا وقاتشو كذي كل نعمة الله كسرت النعمة وش كل تلك وصرقار لكم من دنو أن جعلنا مسلمين الله سبحانه وتعالى لنيان مسلم وش مادرقو اسلمنا ما جنيتاتشن يسلمنا نصقام القناة صفاتشن دنو كهل نصقاي بلتان وكفى بها من نعمة دين الإسلام كما قلت بلاي من المائلة نعمة يلم الله سبحانه وتعالى إنيان نصراني سيادرغن يهودي سيادرغن مجوسي سيادرغن مسلموش موحدو شادرغن كذياب لاي مجسم مشبه سنه وندقمه الله من أهل السنة والجماعة الله هذا الرجل الحمد لله رب العالمين نبياتنا عليه الصلاة والسلام يا دين الإسلام المستت تلك سأقامه ونسيقه لسمن الله إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب ومن أعطاه الله الدين فقد أحبه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله لا له
ለወደደውም ሰው ለጠላውም ሰው ዱንያን አላህ ይሰጣዋል። ባለጸጋ መሆን አላህ ስለወደደው አይደለም። ስልጣን ማግኘቱ አላህ ስለወደደው አይደለም። አላህ ዱንያን ለወደደውም ለጠላውም ለሁሉም ይሰጣል። እንደውም ይበልጥ አላህ ዱንያ ላይ ምቾት እንዲኖራቸው የሚያደርጋቸው ማን ነው? ከዲን አልኢስላም ውጭ ያሉት ነው። ምክንያቱም ዱንያ ለሙእሚኖች ምንድን ናት? ሲጅኑል ሙእሚን አይደል? የሙእሚኖች እስር ቤት ናት ዱንያ። የፈለጉትን አይናገሩም፣ የፈለጉትን አያዩም፣ የፈለጉትን አይመገቡም፣ የፈለጉበት ቦታ አይሄዱም። እስር ቤት ያለ ሰው እንደፈለገ መናገር አይችልም፣ የፈለገበት ቦታ መንቀሳቀስ አይችልም። ከዛ ከታጠረችበት ግቢ ውጭ አይወጣም። ስለዚህ እስር ቤት ውስጥ ነው ያለው። ሙእሚንም ሀከዛ ዱንያ ላይ ሲኖር እስር ቤት ውስጥ ሆኖ ነው የሚኖረው። እንደፈለገ የሚጨፍረው ማን ነው? ከሃዲዎች ናቸው፣ ካፊሮች ናቸው። ስለዚህ አላህ ዱንያን ለወደደውም ሰው ለጠላውም ሰው አላህ ይሰጣል። ዲን አልኢስላምን የሆነ እንደሆን ግን ለወደዳቸው ብቻ መርጦ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ አላህ ኢማን የሰጠው ሰው፣ አላህ ዲን የሰጠው ሰው በእርግጥም ይህንን ሰውዬ አላህ ወዶታል አሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ አልሐምዱሊላህ አላህ ሙስሊሞች አድርጎናል። ስለዚህ يجب على كل مسلم ان يحمد الله تعالى على تلك النعمة الكبرى والمنة العظمى ان هدانا للتوحيد. ስለዚህ ሁላችንም ይህንን ትልቅ የሆነ ጸጋ በፍላጎት የማይገኘውን በልመና የማይገኘውን ራሱ መርጦ ዲን አልኢስላምን ለሰጠን ጌታ ከልብ ሁላችንም አላህን እናመሰግን ይገባል። ምክንያቱም ታላላቅ በዘርም ታላላቅ የሚባሉ በስልጣንም ታላላቅ የሚባሉ ይሄን ዲን አልኢስላምን አላህ አልወፈቃቸው። የነብዩላህ የነብይ ልጅ ሆኖ የነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም ልጅ እስልምና አላግኝቷል አላገኘም። በኩፍር ላይ ነው የሞተው የነብይ ልጅ ሆኖ ማለት ነው። የነብዩላህ ኑህ ባለቤት አብራሳቸው ጋር ኖራ ነገር ግን አላህ ሂዳያ አልሰጣትም። የነብዩላህ ኢብራሂም አባት አዘር ሀከዳ አሁንም ሂዳያን አላህ አልሰጠውም። የነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አጎታቸው አቡ ጣሊብ ለዚህ ለእስልምና ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ያኔ እኔ በህይወት እያለሁ ክንዴን ሳልንተራስ ባንተ ላይ ምንም አይነት አደጋ አይደርስብህም እያሉ ለነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ደጀን የሆኗቸው ሰው ነበሩ። አቡ ጣሊብ ከሞቱ በኋላ ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይበልጥ ስቃይና ግፍ ያደረሱባቸው ቁረይሾች ማለት ነው። ነገር ግን ሂዳያ በአላህ ቁጥጥር ነውና እሳቸውን አላህ ሂዳያ ሳይሰጣቸው ቀረ። እኛ ግን በዘርም የነብይ ዘር አይደለን። ምንም ደረጃ የሌለን ሰዎች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱ ፍላጎት በሱ ኢራዳ ለኛ ይህንን ውብ የሆነ እምነት ዲን አልኢስላምን አላህ ሰጥቶናል። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን አላህ ልናመሰግነው ይገባል። በዚሁ ዲን ላይ ደግሞ ኖረን እንደዚሁ ደግሞ መጨረሻችንንም ደግሞ በዚሁ ኺታማችንን አላህ አሳምሮልን መሃል ላይ የሚያቋርጥ ነገር ሳያቋርጠን እዚያው ላይ መጨረሻችንንም ኺታማችንንም አላህ በዚሁ አላህ ያድርግልን። እንግዲህ እስልምና ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁላችንም እንደምናውቀው ሰይዱል አወሊነ ወል አኺሪን ናቸው። የመላኢካውም የሰውም የጅኑም የሁሉም አለቃ ናቸው ረሱሉላህ ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አላህ ሙሐመድን መፍጠር ባልፈልግ ኖሮ ወለውላ ሙሐመድን ማ ኸለቅቱከ ነው ያላቸው አባታችንን አደም አለይሂ ሰላም። ሙሐመድን መፍጠር ስለፈለግኩ ነው እንጂ አንተን አልፈጥርህም ነበር ነው ያላቸው። እና የነቢያችን ታላቅነት ይህ ነው ተብሎ የሚዘረዘር የሚጨረስ አይደለም።
تعالى اني تعلق نبي لذي لدين الإسلام اسلمنا لمصفافات يهدين اني ازند اندي درس كفتن يا انقلت كفتن يا مكرا كفتن يا سكاي تفرار قباتشوان دين الإسلام اندي هو عالقا بالقا هونوار اللهم الزيدة رجاية درسو يسلمنا منقل مفروش بالأشواك يعني بزو مسناكلو تيال لبتنو بزو شهوش بزو غاريت اوو تيال لبت منقلنو مكنياتو مزا يمي طبق تعلق عقر سلهونه جنة يسلام عقر سلهونه الزالة مدرس الزيال لغاريت اوو تيال እዚህ ያሉ መሰናክሎችን በጽናት ማለፍ ይጠበቃል። ለዛም ነው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በፊት ነብይ የኑቡዋ ማዕረጋቸውን ከማግኘታቸው በፊት ያኒ 40 ዓመት ሞልቷቸው ከመላካቸው በፊት የተውሂድ ጥሪ የላ ኢላሃ ኢላላህን ጥሪ ለሰዎች ከማድረሳቸው በፊት مشركوش يمكاسوش تاوت عملاكيا من دنبر يميت أرواش وسيامي أشو من دنبر الصادق الأمين على اللي راتش تعمانيو أو نتنياو نبي يميل سيامي نبر يميسات واتشو حتى أدرا ماسك أمت سيفلقو وسدو لساتشو نبر يمي أدرسوت الساتشو يهولا نقر كتنا أقرو بكا أو نتنو بلو يكبلو نبر أي ترات أرواشو نبر በጣም ያከብሯቸዋል ሊንከባከቧቸዋል እሳቸውም ሊንከባከቧቸው ሊያከብሯቸው የሚገባቸው ሙሉ ስብዕና ያላቸው ሰው ስለሆኑ ማለት ነው። በኋላ ላይ ግን ይሄንን የላ ኢላሃ ኢላላህ ጥሪ የእስልምና ጥሪ ዳዕዋ የጀመሩ ጊዜ ያ ታማኙ እውነተኛው ታላቁ ሰው ሲባሉ የነበሩት ምን እንደ የተባሉት اي محمد ابدنو طبعا ابدنو لا اله الا الله والله صلى توحيد صلى استمروا معناته صلى توحيد صلى الله عندنت صلى استمروا محمد ابدنو كذا دهو عرفوا منالو هاي ساحر نو دغمتنيا نو اسماتنيا نو طنقواي نو بزو عينه سياميو سطواچو نبياچن عليه الصلاه والسلام ين هولو سياميو سي سطواچو گن መልስ ሲሰጥላቸው የነበረው ማን ነው? አላህ ራሱ ነበር። እንግዲህ ሁሉም ነብዮች በሁሉም ነብዮች ላይ የተለያየ ስም ተሰጥቷቸዋል ያለ ስማቸው ማለት ነው። እነሱም እብድናት እብድለት እብድ ተብለዋል ጠንቋይ ተብለዋል ብዙ ነገር ተብለዋል ሌሎችም ነብያቶች ማለት ነው። ነገር ግን እብድ ላለመሆናቸው ውሸታም ላለመሆናቸው ጠንቋይ ላለመሆናቸው መልስ ሲሰጡ የነበሩት ራሳቸው ነብያቶቹ ነበሩ። አረ እኔ እብድ አይደለሁም ከአላህ ዘንድ የተላኩ የአላህ መልእክተኛ ነኝ እናንተ እንደምትሉት ጠንቋይ አይደለሁም እናንተ እንደምትሉት ሻዒር ቅኔ ተናጋሪ አይደለሁም ከአላህ ዘንድ የተላኩ መልእክተኛ ነኝ እያሉ ይከላከላሉ ከራሳቸው ላይ። ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሆኑ እንደሆነ አላህ ነበር ራሱ መልስ ሲሰጥላቸውና ሲከላከልላቸው የነበረው። نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون او انت بفصم ابدا الى الله يا الله ملس سيطلعوا غطامي نو سيلو بفصم محمد غطامي አይደለም ድግምተኛ ነው محمد ድግምተኛ አይደለም ንጹህ ነው የኔ መልክተኛ ነው ያለ الله سبحانه وتعالى ملس يسطلعوا ነበር ማለት ነው። የኛ ታላቁ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ይሄንን የዳዕዋ ጥሪ ከጀመሩ በኋላ ብዙ ስም ሰጧቸው። ስም መስጠትም ብቻ አይደለም ብዙ ስቃይና ግፍ አደረሱባቸው አሰቃዩዋቸው እና ሰው እንዳይሰማቸው የነሱን ዳዕዋ የሳቸውን ንግግር እንዳይሰማ በሁሉም ቦታ ጋሬጣ ሆነው ቆሙባቸው። ከዛም በኋላ ደግሞ እስኪ የመካ ሰዎች ሊቀበሉኝ አልቻሉም ምናልባት ደግሞ ወደ ጧኢፍ የሚባል አገር አለ የሰቂፍ ጎሳዎች ያሉበት እስኪ ደግሞ ወደ ጧኢፍ ልሂድና እነሱ ደግሞ የኔን ዳዕዋዬን ቢቀበሉኛሉና ወደ ጧኢፍ ወደሚባለው አገር ደግሞ ሄዱ። ለምንም ጉዳይ አይደለም ሄዱት
تلقوا أشون الله عز وجل تلقوا دين الإسلام لما استمر سلو ولا طائفة طائفة دولة مو يطائفة بيجي قصا وش يجي قصا مري وش بيجي بيتو بيت أشون يانقاكو يا الله انتري يا دين الإسلام تلقوا على الرسول الله شو نقدر وشو نقدر نكبر وشو وشو عندهم من هذا الرواشر فأغروا به السفهاء والعبيد انقال لك البرواشرنا هسانات يا كبابيون هسانات لجوج ابدوشون نزي سفهاء ميبالو كلاكي لميبالو تنسوج النسون بنبيات الله عليه الصلاة والسلام لن أقوباتشو يعني دبدبوت وقارو تالواتشو كذي نبيات بزواتشون يكتلوا كهالا يتكتلوا بدنجا يوغواتشون برنبيون عليه الصلاة والسلام حتى عماتشو بدمس كمي مولا درس دمس بدمس كمي رس درس مالتنا لا من سيرونا نزي لدين سيرو مالتنا ما ترش علي دكا ماتشو دكا ماتشونا ازاف سرارفو ازاف سرارفو يعني رنجمي هنا تواكي دعاء لاتشو الله اللمن دعاء جربو اللهم إني أشكو إليك قلة حيلتي وهواني على الناس يميل رجم دعا لي أنن دعاء أدرب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام بزي مهالي يالو ملائكة متى الله كو يملك تالي هين هلو يايان هين هلو النمي هون مجمرا يوقان لقرق بدين الإسلام لي فتنا قدلو مموكر قدس لهولانو ለሌላውም ከከሳቸው በኋላ የሚመጡትን በነቢያችን ላይ እንዲህ ያለ መከራ በዚህ በታላቅ ሰው ላይ እንዲህ አይነት ግፍ ደርስ ከደረሰበትማ እኔ መጽናናት አለብኝ ብሎ ትምርት እንዲወስድ ነው እንጂ ባንድ ጊዜ አላህ ያጠፋላቸው ነበር ጠላቶቻቸው ማለት ነው አዎ ከዛ መላእክት መጣ ጅብሪል አለይሂ ሰላም መጣና ያው አላህ በአንተ ላይ የደረሰው ነገር ሁሉ አላህ እየተመለከተ ነው يتراران ملائكة لكل حال قالت شو كذي عمدت أن يا ملائكة النزين هو لتتراراوش طائف بتراراوش مكاكل يتكبب شاقرناتنا النزين تراراوش انتم بيه لا تفعل له هو يالات شو ليش أفلك أتشو وي النزين هزبوش بانت لا اندي هايلة مكرار رسو دي انت دم فسو سلازي لا تفعل له هالات شو ينيا نبي عليه الصلاة والسلام من دناشو يا رحمة يا إذنة نبي ناشو إني أبن هول من دنا من دي هاي لت شجر سكايدر صوبن يهونا هذا اللي من ملاك عنا يهونا سومتو عكمي على قلبتي على سو من لا درج اللي بيلن من لو نجران الساتشو جن منالو لا أطفال لسلاشو أي هون من إني لا أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله الناس بيامنوا كالناس أبرا كالناس لجوش كالج لجوش تشاو لا إله إلا الله يميلوا نزه مسلموش لولدوا سلام ميشلون دا تاتفع بنيانو نبياتنا عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهدى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا رحمة لإذنة التلاك نبي سلوان ومالفه سلازي هولو شجر سكاي لازي لدين سيلو درس باشا والتنا كزيام مكالا دينا شو المصفافات سايشلو بزو سكاي سيادر سباشا بس ساشوم لاي بتكا تايو شاشوم لاي نو مكاراي درسو ماتشرش علي من النادر واشو ك مسلم وشجار حصار قالوا يعني ما أكبر مبالغ هون بهون زمن الناس قريش وش نبروا مجمرة ما أكبر قالوا بما الله بنبي ياشن عليه الصلاة والسلام لنا بمسلم وش لاي والد من أين ما أكبر من يتعلم باشوا كن للناس إقاء لا يشتر لا شو لا مسلم وشو إقاء كالناس لا يجزو من قر لا يسيعين شو لا ينقر شو قابل شام ጋብቻ ማግባት ሲፈልጉ ከነሱ ልጆች እንዳያገቡ እንዲህ አይነት ስምምነቶችን ተስማምተው በነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና በተከታዮቻቸው ላይ ማዕቀብ ጣሉባቸው ከዛ في شعبي بل في شعبي ابي طالب
ገለል ብለው ነቢያችንም የሳቸው ተከታዮቻቸው እንደዚሁም ደግሞ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሳቸው ጎሳ የሆኑ በሳቸው ያላመኑትም እንዴት እንዲህ አይነት ግፍ በወንድማችን ላይ ይደርስብናል በማለት ለብቻ ተገልለው መኖር ያዙ። ምግብ የሚመጣላቸው የለም። ከውጭ ምግብ እንዳይመጣላቸውም ወታደር ተመድቧል። አልፎ እንዳይመጣ ማለት ነው። ለሶስት ዓመት ያህል በስቃይ በችግር እዛ ቦታ ላይ ተቀመጡ። hatta akalu የሚበሉት የሚቀምሱት አተው የዛፍ ቅጠሎችንና ቆዳዎችን እስከሚበሉ ድረስ ህፃናቶች በረሃብ እያለቀሱ እስከሚሞቱ ድረስ ማለት ነው። ለሶስት ዓመት ያህል እንዲህ አይነት ግፍ ተሰራባቸው በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለምና በተከታዮቻቸው ላይ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ አሁንም እንዲህ ሲያደርጓቸው እነሱ ግን ኢማናቸው በአላህ ዘንድ ያላቸው የቂናቸው እምነታቸው ሙስሊሞች እየጠነከረ እየበረታ ነበር የሚሄደው። በፈተኗቸው ቁጥር እንደ ብረት እየጠነከሩ ይሄዳሉ። በመጨረሻ ላይ ምንም አማራጭ ሲያጡ የነቢያችንም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሳቸው ዳዕዋቸው እየተስፋፋ ተከታዮቻቸውም እየጨመሩ ሲሄዱ አንድ ውሳኔ ላይ ደረሱ። ቁረይሾች ማለት ነው። ዳሩ ነድዋ የሚባል ቦታ አለ። يعني በጣም ውሳኔ የሚያስፈልገው ጉዳይ ሲኖራቸው ጉባኤ የሚያካሂዱበት ቦታ አለ እና እዛ ዳሩ ነድዋ የሚባለው ቦታ ላይ ተሰበሰቡ። የቁረይሾች የመካ መሳፍንት የሚባሉት ታላላቅ የሚባሉት የጎሳ መሪዎች ማለት ነው። እና ሚስጥሩ ደግሞ የሚወስኑት ውሳኔያቸው ሚስጥሩ ወደ ውጭ እንዳይወጣ ማንንም እንዳይገባ አድርገው ማለት ነው። እና የሙሐመድን ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማክሰም አለብን መጨረስ አለብን ብለው ለመወያየት ነው ዳሩል አርጠም ውስጥ የገቡት። اجتمعت قريش في دار الندوة صباح يوم الخميس السابع والعشرين من شهر صفر. يتسبسوا متشن صفر كم بميبالو بحيا سباتن يوك اللي تسبسوا. وحضر هذا الاجتماع وجوه بارزة من سادات قريش. وحضر أيضا إبليس في صورة شيخ جليل من أهل نجد. انجدي إزا كونفرنس إزا غبا إلي ما نم سون داي غبا تبلون أمي غبوت بطان تلال لا يهونو يغو سامري وش بچانا چو كزاوج للا سون داي غبا بر لايت أبا كي وچان جن كن سوغار أنت إما يتاوك سو أبرا چو تسب سبو لبن يد كدگا أكبابي يمتا ትልቅ ሽማግሌ የመሰለ በመሰለ ሱራው ነው ኢብሊስ አብሮ ተሰብስቧል ከነሱ ጋር ማለት ነው። አው አህሉል ባጢል የሚሰበሰቡበት ቦታ ሁሉ ኢብሊስ አብሯቸው ይሰበሰባል። ሐሳብም ይሰጣል። እና አብሮ ኢብሊስ ተሰብስቦ ነበር ሽማግሌ መስለ ይሄ ጉዳይ የናንተ ጉዳይ ብቻ አይደለም እኔ የመጣሁት ከነጅድ ነው يعني አሁን ሪያድ ከሚባለው አካባቢ ማለት ነው ሳዑዲ ውስጥ ከዛ ነው የመጣሁት አላቸው። እና ይሄ ጉዳይ እኛንም የሚያሳስበን የኛም ጉዳይ ስለሆነ እኔንም ብታስገቡኝ ሽማግሌ ላይ ጥሩ ሐሳብ አቀርባለሁ ብሎ ነው የገባው። አስገቡት ግባሉት። ከዚያ በኋላ ውይይት ተጀመረ። ውይይት ከተጀመረ በኋላ አቡል አስወድ የሚባል ሰው ተነሳ። እኔ አንድ ሐሳብ አለኝ ስለ መሐመድ ጉዳይ አለ። من على نخرجه من أرضنا ونصلح أمرنا ولا نبالي أين ذهب. يلي هالصابة لهن المحمد للا نقر كمادرك كهاجراتشن النابار روان كهاجراتشن النسلطان بوستاتشن يعلون عند النت إنيا الناس تكاكل قداتشن الناس أمر يفلق بالبطايه بچامة كالك ويوت عالنا اندازي بالنادر قشال على إهن ننسل. فقال الشيخ النجدي إنكم ترون حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال.
يا شماغيلي كنجد متى وشماغيلي تنسان اي اين حسابك انا اقاوم اللهن يعني ايه محمد ሁላችሁ ስታውቁት የለም እንዴ የሚናገረው ንግግሩ አስማት ያለው ነው የሰዎችን ልብ ይቆጣጣራል የሰዎችን ልብ ይስባል ስለዚህ ከዚህ ከመካ ወጣ ማለት እኮ የሆኑ የአረብ ጎሳዎች ጋር አንዱ ሀገር ይሄድና ይሄንን ሰበካውን ይጀምራል ከዛ የሱ ንግግሩ አስማት ስላለው ሰዎቹ ተቀብለውት በሌላ ጊዜ ኃይሉን አጠናክሮ ጉልበቱን አጠናክሮ መጥቶ ይወረን የለም ወይ ኤማ አልቀበለውም አለ ኢብሊስ ይሄን ሲል እንቅሳላቸው ሩፊሂ ራእየ ገይረ ሃዳ ከዚህ የተለየ ሌላ ሐሳብ አቀረቡ አላቸው ከዛ አቡል በኽተሪ የሚባለው ሰው የተነሳና ደግሞ ምን አለ احبسوه واغلقوا عليه الباب حتى يدركه ما ادركه الشعراء قبله من الموت يعني حساب ደግሞ አለ አንድ ክፍል ውስጥ እናስገባው አለ አንድ ክፍል ውስጥ አስገብተን መስኮቱንም በሩንም ዘግተን አስረን እናስቀምጠው አለ يعني ምግብም አናቀርብለት ውሃም አናቀርብለት ከሱ በፊት የነበሩ እንደዚህ አይነት ቀኔ ተናጋሪዎች ገጣሚዎች በንዲ አይነት ስለጠፉ እሱንም እንዲህ አርገን መገላገል አለብን አለ ይሄንን ሲል አሁንም ይሄ የደጋው ሽማግሌ ብድጋለ ምን አለ قال الشيخ النجدي والله لئن حبستموه لا يخرجن امره الى اصحابه وهم يفضلونه على الاباء والابناء ايهما بفصم ليሆን አይችልም አለ እንዴ የሙሐመድን ተከታዮች ታውቋቸው የለም እንዴ ሙሐመድን እኮ ከወላጆቻቸውም ከልጆቻቸውም በላይ አብልጠው ነው የሚወዱት ለሱ ሲሉ የማይከፍሉት ዋጋ የለም እሱ መታሰሩን ከሰሙማ ቀጥታ መተው ያስፈቱታል ያስለቅቁታል ይሄ ጥሩ ሐሳብ አይደለም ሌላ ሐሳብ አምጡልኝ ከልቅሳላችሁ ከዛ قال الطاغية ابو جهل አምባገነኑ فرعون هذه الامه يزي النبي عليه الصلاه والسلام امه فرعون يالوت نبياتنا عليه الصلاه والسلام ابو جهل تنسى اسم من قال ان لي فيه رايا ما اراكم وقعتم عليه بعد اني حساب دمو بتام يتليه نو كاهم بفيت يهنن حساب مانم اقربوت هياوكم አስቦትም አያውቅም አለ የተለየ ሐሳብ አለኛል ምንድነው እሱ ناخذ من كل قبيله شابا جليدا ونعطي كل منهم سيفا صارما كيغوساው ሁሉ አንዳንድ ጀግና ወጣቶችን እንምረጣለን ደሞ በጣም ጉልበት ያላቸው ጠንካራ የሚባሉ ወጣቶችን ከየጎሳችን እንመልምላለን ከዛ በኋላ ለእያንዳንዱ ወጣት ባንድ ጊዜ يعني በጣም ስለት ያለው ባንድ ጊዜ ገዳይ የሆነ ሰይፍ ለሁላቸው እንስጣቸው አለ ከዛ መሐመድ ጋር ይሄዱና ሁላቸው ባንድ ላይ አንድ ጊዜ ሰይፉን ያሳርፉበት ከዛ በኋላ ይሞታል ገዳዩ ማን እንደሆነ አይታወቅም የሱ ጎሳዎች በኒ አብዲ መናፍ ምንድነው ያላቸው አማራጭ ከሁሉም ጎሳዎች ጋር መዋጋት አይችሉም ደረአየ ወንፈዱ ከዛ ጉባኤው በምን ተወሰነ አቡ ጀህል ባቀረበው ሐሳብ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከየጎሳው ጀግና ወጣት ተመርጦ ባንድ ምትሳቸው ለመግደል በዚህ ወሰኑ ይሄንን ውሳኔ ሲወስኑ ታዳ ወደውጭ የዚህ የወሰነው ውሳኔ ወደውጭ እንዳይወጣ ተባብለው ቃል ኪዳን ተግባብተዋል ከዚያ በኋላ እነሱ ይሄንን ውሳኔ ማንንም አልሰማንም በዚህ ሰዓት ለሊት ላይ ለፈጅር ሶላት ሲነሳ የዛን ሰዓትን ገለዋለን ብለው ነው የወሰኑት በዚህ መሃል الله عز وجل يمن ጊዜን ጠባቂያቸው የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ملأكو جبريل لاكلاچ جبريل متانا يا محمد قريشوچ دارو الندوا لاي تسبسبو اندي 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 لمادرك وسنوال سلازي زاري ليليت بيت هزاش فراش لاي انداتتنيا علاچ جبريل عليه السلام
الله عز وجل إِهِنِّنْ هُنَيْتَا سِقَلْ سَمْنِ الْأَلْ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ النزا يكادوت قريشوش بانتلاي بمكروا به جزيه هنون أستو صلاة الله عز وجل من دلنا يمكروت ليثبتوك أنت اللي أصروك ويمدغمو ليقلوه ويمدغمو كهادر اللي أبارروا اللي أصدوك بمكروا به جزيه نبرون أستو صلاة الله عز وجل ويمكرون النسوم يمكرالو من جزيه تنقولن يمكرالو ويمكر الله الله عدل مو تنقلاتشون من عدل قباتشون يا بلاشباتشون يا فرسباتشون أهل الباطن من جزيه بدين الإسلام لينا ب يدينو مريوش لي بتعالى اللاك علماءوش لي بتعالى اللاك سروش لي سيران يا سيرالو من جزيه نقرقن الله عز وجل يعني سيراتشون يا بلاشباتشون جي بزو سيرانو ميسيرو بدين الإسلام لي مالك والله خير الماكرين الله عز وجل كما كاريوش كل بلاي هونو جيتا ينسون تنقلات شون الله سبحانه وتعالى أبلا الشبات شون مالو ساي ساكا لا شوك الرمالات تاليا بزي ورنو نبياتنا عليه الصلاة والسلام الزان دا تادر على شو الله زابيت دا زاش بيت فراش الله دا تادر على شو كذا ودا جا شون يكف ودا جا شون أبو بكر الصديق الساتشون كالساتشو قارونو ودى مدينة سدة تعرفه الله عز وجل فكاد اللاتو ودى مدينة تصدد اللاتو كذا بزدتش زور بربيع الأول كمكة ودى مدينة سدة تعرفه نبيه عليه الصلاة والسلام تعالى رسول الله محمد مكان هجراتشون بتقامي ودو نبر كامل بلاي إنه هجراتشون لكو ودى مدينة سدة لأدر قسلو حزورا يمي بالو بوتالي قومو قزولي جمرو سيلو مالتم حزورا يمي بالو بوتالي قومو نامنالو والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أنش مكة هو يال أنتي كمريت وشلو كهاجر وشلو الله زن بتقام يتوددش يتمردش هاجر مهونش ناوك اللهن يال أنيم زن دلمو كهنو ما قربلاي أنتي نزن يتوددش هاجر نشالو نقرقن من الدرقال يمكا سووش اندوتا أسجد دنيا الناس دوت أباس قد دينورو بفنسو ما قرين لك كيالو تعمل برالو نبياتنا عليه الصلاة والسلام تعالى إيه يتولى قبت هاقرات شون يادة قبت هاقرات شون وقنو تشات شو زمدو تشات شو يعلو بت ينبرو بتن هاقر تقدم تلو يوطوت لمن سيلونو لدين الإسلام سيلونو دين الإسلام يالا مسوات النت الزيها الدرسة الله عز وجل بي يجيزيو فتنا وشنا الله يعمتان مؤمن سايفتا مؤمن أيهن ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون نوكم يلو الله مؤمن وشنا آمننا البتشا بما لتاتشو سايفتا نزم بلو ميتوي مسلاتشو أننا أنت تترتر فتنا مت الله ينوم من الله عز وجل بيجيزو فتنا يمتان فتنا يمي متان من النوم ليميز الله الخبيثة من الطيب فرينا قلبه لما ليتنا الله عز وجل فتنا يمي متان يو قلبه يو يقرتك من قد لا يكرى المارد سلازي فتنا الله عز وجل بيجيزو يمتان لذي الذي سيروا لبياتنا عليه الصلاة والسلام كم يودات هاقراتشو والتوال تسدوال من البطانة كمسجد هنا ليودتها الساتشو قلك هاقراتشو
تجدوا يوطط مالهم أنت كمسجد بالطبع دمو وجعل الله لي الأرض مسجدا وطهورا نبي أشر عليه الصلاة والسلام الله مدر لني مسجد مسجد من طهارة درقوا لني على نبي أشر عليه الصلاة والسلام سلازي يا دين الإسلام تاريخ ودعنا ما يتعلم لدين الله الله نعم لدين الله الله حافظ دينه وناصره هو الله إنن ما يوكلن يدين ردات دين المتبقى الله مهون النوكلن نعم يعني مريزك هنا مكو سلسر هذا اللي بلجو تشين متمقبو أنت سببنا ومتادرسة وريزك لما قلنية مالك وانت حقيقة وقرازيك والله نو لا دنيا وقلتا سيون لا رزق الله اللو بلها بيتها تكمتن أبلا لا دينو قلتا سيون لنو لا دينو الله اللو البوزو نبياتوش نبي الله يحيى عليه السلام أما ما تاتشو ليت نيموتوت عند بق عن قتاتشو لا بالله فدرقو تاردوار نيموتوت نبي يكوناتشو نبي الله يحيى عليه السلام نبي الله زكريا ليتونو نيموتوت بميشار بمجاز تجز جزم كوري موتت نبي يكوناتشو نبي مالتكو كوليم كصديقم كشهادة أم كهلم بلا يكوناتشو درجاتشو بني إسرائيل باندك البتشا أربع نبي يوشن أردوان بني إسرائيل باندك ياند نبي يدلم يا رب نبي ياند صالح دم قامريت لاي مفسس كباد مو يا الله ان بلا على ما امطات مالك اربع نبي يردو كذا ينبروا علماء ارا توبه كاشو الله ان فرو يا درجاچوت درگيت كالله زند يا الله ان قطا ميامطا نو بلا ميامطا نو تو سيلواچو انزي اندغمو بملكام يعززوتن علماء وشون دمو سمانيا وشون دمو قدماتشو بس يا مالكنا الله كو يملك تالي يا يال سلازي بفيد يالله فتنا وشننا عهون بنيا وقت يدرسو يالو بدينو لا يالو فتنا وش منم درجة ميدرسو عدنو حقيقة ياو إنيا إمانا شنم دكام وكسلهونن لما قوام سلم ما نشلنو اللي كذيهم يالفة ايه يا صحابة نبياتوش بتشار اللم كذان بها لا يمتو طالع اللق صالحوش مكو بزو مكرا درسو باتشوان ابن طولون يميبال عند نقوس نبار قلسو ستين نبار مالتنا قتل من المسلمين مسلموش باندكال أسراس منتشي مسلموش اللي يقدنو إيه ابن طولون يميبالو سوية قتلهم بأبشع أنواع القتل حبس عنهم الطعام والشراب حتى ماتوا جوعا دقوكم بتيجي تعلم وي بسيف تعلم وي بسكلات تعلم يقطعشوا عند بوتاس قبته مجيب انداي 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 درساتشوا وهان داي درساتشوا على ربو براهم شرساتشوا بزي بدينا شو مكريات مالهم إيه سيهون قل بوقتو ينبرو تعلق شيخ أبو الحسن الزاهد يميبالو قبسوس يمينورو بمسلم وشلا يدرسون قف مكراسك أي سيايو صبر عدرقو ترقاكتو بيتا شوال تكمتو من شقري بنيلاي كال درس بلو خلوات شوال تكمتو ينبيو عليه الصلاة والسلام حديث تزالاتشو من يميلو حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر كجهاد هلو تلم جهاد مالت عن باقنني هنا بعد سلطان في حق نقدر من ناقرنه إيه لو تلك جهاد قالوا نبياتنا عليه الصلاة والسلام سلازي إن الحديث يوقوا اللي يتملوا خلوات شو بيتاتشو يكم مطانو كانت تهيدوا اللي تزا نقصوا زند أسقبوا نيالو بيتامن قصتوا ستقبوا بيتمان قسطس قب وقال له اتق الله في دماء المسلمين باك الله انفرا
زم بلا دم تفسس نجا الله في تقوم عليه قطعت على بها الله انفرال دنقت ومن ملس من بربت السجن صفاكنو صفاحنو من دنا يا درجاتشو بلو يازو اللي نيالا وطا دروتشو يازو الناس أصروا اللي نيالا عندهم لليلة ومكتا جام هون على بيت يسويان مكتا جادر قال له علينا بمولو يهدرون حزبون سبا سبا عند ميدالي عند ميدالي سبا سبنا كذا وحالا من بيادر قاتشو ترونو سوس كان مجيب سايك أربلت يترابع عم بسا لك كباتشو ساتشي عم بطبوت هالك يدرو لغسوش مياسك عيود بأوري نبه جيبي لكوبتان انا يهم سوية يهم نغوص سوسكن يتراب عن بسا لك كباتشو عند زافلا عصرو ساتشو المالك سو تنگرتي ملكتان ليو تأيين تنوهي مياسفرانو مياسنالكتنو سو هلو يعني ملكتان يساتشو مريدو چاچو درسو چاچو مابروالو كذا يا عن بسا انجلي سوسكن يتراب عن بسا للم يال ترابه يتقب عن بسامكوا سواقي تويتو لقد قلت الساعدة يحاقيك على دين سلوهونه يتاقلوت يحاقيك على مؤمن سلوهونه يا عن بسامتانا زورياتشون ياشتاتشو جمرا ياشتتا دمس ياسما ماغرمرم جمرا ويسير اللعاب عليه ايه اللي قاقون يانتا بتبباتشو يافس بباتشو يانتا بتبباتشو جمرا بلبساتشو لأي بانغتاتشو لأي إهن كادر رجل وحالا تملسو وده متعب التملس سو عجيب نيايو قولي هنا تأمر نيايو كذاب وحالا درسو چاچو وداجو چاچو مريدو چاچو تسبسبونا نسو دعاي زوال لكا تنكلاي ناچو تأيقوا چو يا شيخ اندو يام بساسي متعبو من عين السمية تسمى أولا چو لكم سونا چو عرب من عين السمية تسمى وصلوا چو من عالو والله ما فكرت فيما أنتم تفكرون ولا خفت مما أنتم تخافون ولكني كنت أقول ألعاب الأسد نجس أم طاهر الله أكبر والله إن أنت سياس جنك أشو ينبرو سياس فر أشو ينبرو قداي إني زند يلم مالو إني ساس بنا سياس جنك أن ينبرو من دل نبرالو يزي أنبسا دقاب لحاجو طهارا يهون وينس نجاسا يهون مصل ينبرو سلزي اندي هاينا تالال لقصوش لزي لدين مسوات كفلو بطال مالزا تقوى سلنبراتو حقيقة أمائن سلنبرو منم معلوم السلاتشو سلزي كلاتشنم بديناتشن لأسنات لنورن لقبا دين كامنن بلايلو نبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر انسي مكروت يا ابن عمر دينك دينك فإنما هو لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ من الذين مالوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أنت عبد الله بن عمر هو يعني أدراهن دينهن أطبق أهياز أدرا قالت نبياتنا عليه الصلاة والسلام مكنياتهم هي الدين مالت يعني دمهم سقاهم السنة والو نبياتنا عليه الصلاة والسلام سلازي هنن دينهن ستيز دمو خذ من الذين استقاموا كنزي عبدين اتشولاي بحق من قال لك أنت كانت كنسو وصد دينهن ولا تأخذ من الذين مالوا كنزي كدين كافنقت كحق مسمر زنبل كانت كنسو داتي زاد رهن على نبياتنا عليه الصلاة والسلام سلازي دين الإسلام كمنن بلاينا أنا بدينا تشلعي هلا تشنم صنات لنور اللي قبان شكو ترطاري وصل النقبة أي قبان كيازنو منقل حقنو ينبياتنا عليه الصلاة والسلام مسمرنو يصحابو تشو مسمرنو كذبو على يمتنو أربعة الأئمة يتلالاقو تشو ينسو منقدنو عند زيوم كذيانبو على يالو بها قراتشن يالو تلالاق بشايخوش
يتعلق شيخاتش ين حجي محمد تاج الدين عليه رحمة الله عليه ينس دينه سلازي شكوش ترطاري والسانقبا أمنتاتشن عطبك اللنزي قبا نبياتشن عليه الصلاة والسلام آخر الزمن ودما تعرش الزمن لايكو بديل لاي تلالك فتناوش اندن مكستوكو نقرونا بزان وقتكو دينون عطبكو مياز مسالي اندن من دنيالو كالقابيدي على الجمركم فمساتهم بجاتشن مجبت انشلال بزان وقت دينين يا أباتوش يا أياتوش تلالكوش ومشايخوش ينبيون عليه الصلاة والسلام تكلن يوم المسمر إذا الله بلو مالت بزا ساعت فمسات بج مجبت أهلي كبدا الله نبياتنا عليه الصلاة والسلام سلازي ساعتو يكت لهم بيهون مجبت على بمالتنا يكت لهم بيهون سلازي إن يهون من قلد ببت من ناشوف ببت بزو نقر من نادر ببت دين الإسلام بزو تلالك أنبياء أوج تلالك سووج بدينا تشولي بزو سكاين قلت مكراي الرسل باتشولو سلازي إن يادر معهون بدينا تشولي استقامة لنورا نقبان بدينا تشولي صناع لنورا نقبان دينا تشنن عطبكم بميازات تشن مكنات المكارب من دنيا أي نور مكناتهم الله عز وجل إن الله قسم أرزاقكم كما قسم أخلاقكم الله عز وجل بحريات تشنن ليان دان دا تشنن دا كفار فلوهنو يتلعي بحرين يالن الله كفار فلوهن يتلعي بحرين رزقات تشنن بتمساسا يهونيتا الله بعزل تشرسوتا سلازي بدين لاي استقامة لنورن لقبال علماء اوشن لنكتة لقبال يدينوا بالبيتوش علماء اوشن اوشن دين الاسلام سيبتاكو سلسلتو كعلماء اوشن يبتاو نبيهم عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الانبياء يني وراش اوشن علماء اوشن اوشن بلوان سلازي علماء اوشن تكتلو تبلنان انت النقالي لمرا هاي قبال يعني نبقى سلا دين الإسلام من يستمعان من يقولون قرن سلا دين من يقولون قرن أكاداميك وقتن بنورو سلا دين من يقولون قرن يدينوا بالبيتوش علماء وشناتو تالا اللاك وشناتو يعني دينا يدينا وقت أعلم هايامت سلاسامت قماش المياتشون علم بمخلق بتشايا صالفو مشايخوش يعلوبك ديننا وإني أعزنه دين مالتنا يا هم من قلت تدرسوا باتوا هذا الدين علم لما كسب بزو سكاي تعرزوا تربوا بردوا براهوا بزو نقر تفرعكم باتوا مالتنا سلازي كزاو كمنشونا ودين الإسلام ما يعزي عالبك كزاو كمنشو زنبلو كبهان لاي بيت بمان كاتش ألف فادرقو كامتاو ويبسنيش ألف فادرقو كامتاو سايون كزاو كاوكي عروسو كامنشو كزاو كتكتابتنا موصلي عن نبي قالوكو نبي أجنم عليه الصلاة والسلام خذ من الذين استقاموا ولا تأخذ من الذين مالوالو حق لايك أتكالو سواج علمهم كالنسو سد كزاك حق كتزنبلو من قد كساتو كالسندات توسد أدقايا قلتم عليالو نبي أجنم عليه الصلاة والسلام محمد بن سيرين تلا متابعي الساجو من النار إن هذا الدين علم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم إيه علم مبالو يا دين الإسلام أوقات راس دين نوال راس هيمان وتنوال سلازي دينهن كمان دم توسد دينهن كمان دم تيز قوم بلا تملكتان أستنتنان دوزن بلو شخنين سلالة بيشا كسوغا تقوم بسا مكرات عرنا آخر الزم مجرش عزم الله يكو إبليسم جل تمتام تمتمو كوفي هادرقو سعيم عصر الزمو جل بي يالمسو شخنين بلو كوي كمتان تبلو لكوي سلازي كلا چنم بدينا چلاي لنتنكر يقبال صنات لنورن يقبال رولا وطاتهم تالا الله قلتهم مالتنا عزاونتهم يعني إني حق كيازن علماء قلتهم كتكتلن با يا علم يا أمك أتتك كتاتكن
ينفس النفاس بنفس يجوها الجوهات بيجوه زور بلين عمنا عند جمليتنا الكلب ينبح والجمل يسير إلى عربوت جمل جزوان ولا فيتنا متقطلة وش كزام كزيم يزور يتكتل يجوه البطل السؤال زور بلا تايو من جدو عم بيشارو متهلو لقدين أوقات كليلة وشاي خوشن ما تكذب ما تدعم متكهولين يجوه غاس يجوه تزوران ወደ ነፈሰል በእንደ ባህር ዛፍ ወደዛም ንፋስም ትንሲል ተዘነብራል ወደዚህ ምን ጊዜም ሀያት በጥርጣሬ ተሞላ ነው የሚሆን ወደ ይሄ ይሆን ይሄ ይልክ ሀያትን ትፈጃለህ ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ሁላችሁም ከመሻይኾች ጎን ሁኑ ሐቁ የነዛ የተላላቆቹ የመሻይኾቻችን ነው ቁርአን ሐዲስ የሚደግፈው የነሱ ነው ብዙ ጊዜ የተነገረነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ስለዚህ በዚህ ላይ ጽናት ሊኖር እንዲገባል አላሁ عز وجل በዚህ በዲን ላይ ኖረን መጨረሻችንንም ኺታማችንንም አላህ በዚሁ በዲናችን ላይ የምንጨርስ አላህ ያድርገን جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته مولد مبارك كل عام وأنتم بألف خير.